أعزائي المشاهدين، تابعوا معكم تماصيل الانتخابات الرئاسية النهاردة. طبعا موجودة كلية الزراعة بجامعة أسوان النهاردة، كل الطلبة والطالبات هيدلوا بصوتهم معنا. طبعا النهاردة هنتعرف بالدكتور، النهاردة يكلمنا عن هذه الانتخابات وهمتها. نتعرف بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور حسين حسن علي آدم، وكيل كلية الزراعة للشؤون التعليم والطلاب. احنا طبعا اليوم جامعة أسوان بتنتخب تحت قيادة الأستاذ دكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وبصيتنا احنا طبعا كلية الزراعة تحت قيادة الدكتور ياسر عبد الحميد دياب عميد الكلية ووكيل كلية شؤون التعليم والطلاب. احنا اليوم في عرس فعلا انتخابي. العرس ده يعني في جمهورية مصر العربية هناك تنوع في الـ في الـ في الترشح الانتخابي بين جميع الأحزاب من أحزاب مختلفة، وده يبين أن مصر فيها ديمقراطية كاملة وحرية في الترشح. ده في بداية الترشح طبعا، وكل ناخب ليه حرية الاختيار بين أربعة من أربعة المرشحين. بس ولكن أنا عندما اختار لابد أن يكون هناك مجموعة من الاحتياطات الموجودة في الاختيار. أنا في ظل الموقع الجغرافي لجمهورية مصر العربية هناك بعض المشاكل لا أنكر أن تحيط بمصر، زي الأزمة الفلسطينية في غزة، والتهجير اللي هتعمله إسرائيل لغزة، كمان إن أنا حوالي مشكلة سد النهضة، مشاكل كتيرة جدا لابد في الاختيار أضع هذه المعايير في الاختيار عشان اختار الرجل المناسب اللي هو في المكان المناسب اللي يستطيع اخراج مصر او تحدي الازمات الموجودة فيها. صوتك امانة، وبناشد طبعا جميع الطلاب. يكفي الامان اللي احنا عايشين فيه، احنا ما كناش كده شايفين من الاول، وبعد الفترات العصيبه اللي احنا مرينا بيها، لا احنا في تحسن وفي ازدهار وفي رقي، يعني في تفتح بالنسق اللي احنا ماشيين بيه حاليا عشان احنا نكمل الجمهوريه الجديده. اعزائي المشاهدين، تابعنا معكم من خلال لجنه المغتربين من مدينه اسوان الجديده سير الانتخابات الرئاسيه. كان معكم من مدينه اسوان الجديده اشرف عباس، احمد جابر، مصطفى بكري.